احنا مش بنهاجم شخص بعينه او اسم بعينه، احنا بنهاجم المحتوى اللي بيقدموه. الناس اللي متعاطفه مع حنين حسام راجعوا نفسكم شويه وخليكم عارفين ان بنت زي دي فعلا هتدمر مستقبل اولادك. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه. حلقتنا النهارده هنكلمكم فيها عن قضيه شغلت الراي العام، قضيه حنين حسام واللي اصدر عليها الحكم ب 10 سنين وغرامه 200,000 جنيه. انا عملت ايه؟ حنين طب ايه مواصفات البنات اللي انت عايزاهم؟ اول حاجه ما يقلوش عن 18 سنه، يكون شكلهم كبير شويه. هنعرض بعض الفيديوهات لحنين حسام للناس اللي متعاطفه معاها يمكن تغير رايها علشان تعرف حنين حسام دي بتعمل ايه وهدفها ايه. انا عملت وكاله على لايكي، الوكالة دي انا خلاص مسكت ورقها ومسكت ادارتها، ومش هزار ومش دعاية، لا هي وكالتي انا اللي هكون موجودة في الجروب. جبت الشات بتاعي ما لقيتش اي حاجة، لان اصلا مش انا اللي كنت ماسكة الجروب، انا عملت اعلان حول الرأي العام إلى مؤيد ومعارض. في ناس أيدت الحكم وقالت إن هي فعلا تستحق كده، وفي ناس تعاطفت مع حنين حسام بعد ما نزلت فيديو ليها على انستجرام. عايز بس أوجه رسالة للناس المتعاطفة مع حنين حسام، مش أي حد يظهر لك في فيديو ويعيط ويقول كلمتين تصدقه. واحدة زي دي من أجل المال عرضت باسمها لكل الجمهور ودعت بنات كتير إن هي تعمل نفس اللي هي بتعمله. علشان إيه؟ علشان تاخد فلوس وعلشان تبقى مشهورة. ما تتعاطفش مع واحدة زي دي، لان فعلا اللي زي دول افسدوا جيل كامل. كل البنات والشباب والاطفال اللي طالعين دلوقتي هيتجننوا على حاجة اسمها شهرة، هيتجننوا علشان يطلعوا ترند على تيك توك. مش عيب ان يكون عندك طموح واحلام انك توصل للمكان اللي انت عايزها، المشكلة في المحتوى اللي انت بتقدمه. قدم المحتوى اللي يعجبك بس يكون محترم، مش مجرد رقص على مهرجانات على برنامج تيك توك ولايكي وجميع المنصات المختلفة. احنا مش بنهاجم شخص بعينه او اسم بعينه، احنا بنهاجم المحتوى اللي بيقدموه. الناس اللي متعاطفة مع حنين حسام راجعوا نفسكم شوية وخليكم عارفين ان بنت زي دي فعلا هتدمر مستقبل اولادك. كل اولادك هيبصوا على برنامج تيك توك او على الفيس مجرد ما يشوفوا الفيديوهات بتاعتها، ومجرد ما يشوفوا الشهرة بتاعتها ويشوفوا طريقة العرض بتاعتها هيبدأوا ان هم يقلدوا في البنت ويعملوا زيها، لكن وقتها مش هتعرف ترجعهم على الطريق اللي هم مشوا فيه. رسالة لكل اسرة وكل بيت، خلي بالكم على اولادكم، خلي بالكم على اولادكم وشوفوا هم بيقدموا ايه، خاصة الاطفال والبنات اللي هم بيحبوا يقعدوا على تيك توك. تيك توك والله ما الا مسخرة، ما ينفعش ابدا تخلوا اولادكم يقعدوا على برنامج زي ده. هدف الابلكيشن ده ان هو يدمر جيل كامل. الشباب دلوقتي والبنات والاطفال كلهم عندهم هوس الشهرة على برنامج تيك توك. قبل ما ننهي حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد. وبكده انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.